مصرية، وما زلنا مستمرين في تغطيتنا الخاصة بحي الأسمرات ورحلتنا داخل حي الأسمرات ونعرف التفاصيل الموجودة هنا والحياة اللي موجودة هنا. بس الأول خلونا نتكلم مع سكرتير عام حي الأسمرات الأستاذ عبد الله عطب. مرحبا بحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا بك، نورتنا وأنت والأخوة والزملاء إن شاء الله. خلينا نتكلم الأول عن الحي، ونتكلم الأول عن الحياة الكريمة اللي بتطمح الحكومة أنها تحققها للمواطنين اللي كانوا بيقطنوا العشوائيات. والله سعادتك، المشروع هنا عبارة عن ثلاث مراحل، أسمرات واحد واثنين وثلاثة. أسمرات واحد واثنين تم تسكينها بالكامل، ودلوقتي احنا في أسمرات ثلاثة عبارة عن أرضي وعشرة أدوار. حضرتك دلوقتي ما عندنا جميع الخدمات موجودة، عندنا المرحلة الثالثة بدأنا نسكن فيها، وصلنا ل 395 وحدة تسكين من إجمالي 7304 وحدة. عندنا ست منافذ جوه لأمان والخدمة الوطنية، وعندنا مخبز بلدي بطاقة مليون رغيف في اليوم، وعندنا جوه خمس حضانات، وعندنا أربع وحدات صحية. كل دول الحمد لله شغالين من قبل حتى ما نكمل الاستكمال باقي تسكين الوحدات. تمام. طيب الهدف المنشود ان انا اخلق حياه كريمه متكامله يا استاذ عبد الله داخل الحي هنا. الحي هنا بينشد، بس مش ان انا اوفر وحده سكنيه كويسه او جيده، ولكن انا بوفر كمان اسلوب حياه، عمل، ملاعب، اماكن خضراء، اماكن للعباده. كل الحاجات دي المفروض ان تكون متواجده هنا، وبيتم العمل على تنسيقها وتنظيمها. احنا فعلا عندنا الملاعب، عندنا ملاعب كتيره، في منها المفتوح وفيها الخماسي. عندنا هنا اولاد الاسمرات كلهم لو ساعتك بتيجي اخر اليوم او بالليل هتلاقي عندنا ماتشات كوره، هتلاقي كونغ فو بتتعقد عندنا هنا، بعض اللقاءات الدوليه هنا، وبعض المحافظات بتيجي تقدم مباريات عندنا. عندنا تحت هنا عندنا الكنيسه موجوده باذن الله، هتشطب قريب باذن الله، عباره عن ارضي وثلاث ادوار. وعندنا مسجد فيه دار مناسبات عباره عن ارض ودورين. عندنا الحمد لله عندنا فتحنا لأهالينا اللي جايين من المناطق العشوائية، عملنا لهم تعديل استخدام البدرومات بناء على تعليمات من السيد رئيس الوزراء، ان احنا نستغل البدرومات ديت لتشغيل الناس، اهالينا اللي جايين من شيط ناصر والدواء. الناس دي عندها مهن هم محترفينها زي السبح، وعندنا السجاد اليدوي. عندنا حوالي 10 بدرومات تم تشغيلهم بالفعل، برضو اللي عشان نساعد أهالينا في تسديد القيمة الإيجارية والمية والغاز والاستهلاك، كل ده بنقدر نساعدهم فيه. وبرضو إن شاء الله بندي توسع، برضو في عندنا بدرومات تانية شغالين في التوسع فيها، إن احنا برضو بإذن الله منسوجات للتصدير بإذن الله. كمجلس لمدينة أو حي الأسمرات، لأسلوب الحياة بتاعي عشان أحافظ على الشكل الجمالي، أحافظ على الناس اللي موجودة هنا، أقدم لهم شكل مختلف عن المكان اللي هم موجودين فيه، إيه الخطة اللي بنستخدمها هنا داخل الحي، وإيه الطموح بتاعنا الفترة اللي جاية يا أستاذ عبد الله؟ والله إحنا عندنا بالفعل هنا بصراحة يعني حاجة لا تنكر، عندنا في جامعات كتيرة بتساعد معنا هنا فعلا في توعية وتقديم خدمات عينية ومعنوية. برضو عندنا جامعة الأرمان، عندنا جامعة خير وبركة بصراحة يعني برضو شغالة معنا في الحضانات وبتقوم أطفال أولادنا اللي هم كل ده تحت مظلة طبعا وزارة الضمان الاجتماعي، صح؟ تمام. الجامعات دي برضو لها فضل موجودة معنا بصراحة على الأرض. برضو الجامعات كتيرة، برضو عشان ما ننساش كتير موجودة معنا على الأرض هنا، بتساعد معنا في تقويم سلوك الناس في توعيات، وبنعمل لهم لقاءات هنا على طول بصفة مستمرة. وان شاء الله احنا برضو مش بننقل الناس، برضو احنا برضو بنقومهم وبنساعدهم برضو في حل بعض بقدر الامكان المشاكل الاسريه بتاعتهم، بنحاول نساعد حلها باذن الله. تمام. الاستجابه هنا يعني اهم، المفروض اهم ما يميز المكان هنا الاستجابه الفوريه للمطالب الخاصه بالناس اللي ساكنين او القانطين هنا في حي الاسمرات، التعامل مع المشكلات سواء كانت كهرباء او مياه او قمامه او الى اخره، التوعيه الخاصه بالمكان زي ما قلت، لان في النهايه انا بحاول ان انا اطرح اسلوب حياه قوي يخرج من هنا كيانات تقدر ان هي تشيل المستقبل، او اعمده تشيل المستقبل، او يخلقوا لنفسهم كيان ابداعي الفتره اللي جايه عشان يكونوا منتجين داخل المجتمع المصري، ما يبقوش بس جايين يقطنوا المكان فقط. ايه العمليه بتتم ازاي يا استاذ عبد الله؟ والله احنا عندنا برضو لحضرتك، برضو مريت في المدينه، احنا عندنا برضو الهيئه النظافه شغاله معنا كويس جدا،
وفي انتظار برضو السيد رئيس هيئة النظافة برضو يدعمنا بالحد للجمع السكن بإذن الله. عندنا هنا على طول بإذن الله ممكن أهلنا برضو ساعات بيتضرروا مننا إن احنا بنمنع مثلا بعض المخلفات اللي بقى موجودة في العماير من الواجهات، يبقى في عندنا تنسيق حضاري، وأتمنى إنهم برضو ميزعلوش مننا إن احنا برضو بنحافظ على الشكل الجمالي للمدينة. برضو في حاجات بعض الأمور هم كانوا جايين برضو شايلينها معهم، بس احنا قلنا لهم هنا يا جماعه دي المدينه دي بتاعتكم، والمظهر ده مظهر يعود عليكم. اي حد بيجي يزورك من قرايبك من بيجي يلاقي الشكل الجمالي بيعود ليك انت كصاحب العماره او كشاغلها، بيعود عليك برضو بالنفع وعلى الناس كلها. وبرضو هم هنا حاسين بده وبيبلغوا رساله لاهالينا اللي هم لسه هيجوا، برضو بيوصل لهم رساله ان الاسمرات كويسه جدا والناس متعاونه معانا، وده بيسهل عمليه الازالات اللي بتتم دلوقتي. بتوصل لهم رساله ان الاسمرات جميله مفروشه فيها شكل جمالي، في ملاعب، في خدمات، ودي بتسهل الماموريه على الدوله في انها بتزيل الاماكن اللي موجوده. عبد الله، اكتر التساؤلات اللي بتيجي لحضراتكم خاصه اول ما بدا التوافد على حي الاسمرات في المرحله الاولى، اكتر التساؤلات اللي جت لحضراتكم تعاملتوا معاها ازاي؟ طمنتوا الناس ازاي؟ كمان لو كان في تخوفات كنتوا بتردوا على الناس ازاي عشان تطمنوهم من الحياه هنا هتبقى حياه متكامله، مش مجرد بس ان انا هنقل المنطقه لمنطقه ثانيه تبقى منطقه سكنيه فقط. الناس لما جت وصلت عندنا اهالينا اللي جم من مناطق مختلفه كانوا فاكرين ان هم هيلاقوا نفس المشاكل اللي كانوا بيقابلوها الاول زمان في المناطق الموجودين منها، لكن لما جم هنا لقوا الوضع مختلف جدا. لقى كل واحد جه لقى عداد ميه بتاعه راكب، لقى عداد الكهرباء بتاعه موجود بالكارت بتاعه، لقى الغاز الحمد لله بقينا دلوقتي 100% توصيل غاز مرحله اولى وثانيه، فاصبح دلوقتي عنده المرافق كامله موجوده، ما عادش بيجري ورا انبوبه ولا بيزعجوا اي شيء من الموضوع ده. برضو كان بيزعج اهالينا هنا العقد فين. السيد الرئيس لما جه افتتح المرحله الاولى والثانيه سلم بعض العقود، ودلوقتي حاليا السيد معالي الوزير المحافظ ماشيين في اعداد تسليم باقي العقود في المرحله الاولى والثانيه، وده برضو بيطمنهم باذن الله، وده اعلنه حسن بلغندور رئيس الحي، ودايما بيطمنهم وقال لهم يا جماعه عقودكم دي في رقبتي وانا هجيبها لكم لحد هنا باذن الله، فما حدش يقلق من العقود. فبصراحه السيد الوزير المحافظ بصراحه يعني بيساعد معانا وبيجاهد معانا جدا وبيسيبناش، باستمرار بيزورنا. معالي اللواء احمد بيه فؤاد دايما باستمرار معانا وبيناهض وبيساعد معانا وبيدفع معانا بكل القوه. وبرضه اهالينا هنا لولا ما هم مطمنين وموثقين في الناس الموجوده من السيد المحافظ لحد اصغر موظف، وعارفين ان احنا كلامنا معهم دايما بثقه وباستمرار، وده بيطمنهم قوي. تمام. ايه اللي بعد كده؟ يعني ايه اللي بعد كده في اللوائح الانشائيه؟ ايه اللي بعد كده في تسليم الوحدات حي الاسمرات 1 و2 و3؟ ايه اللي احنا هنطوره الفتره اللي جايه يا استاذ عبد الله؟ السيد معالي المحافظ طبعا امر ان احنا نكمل فرش المرحله الثالثه، وبالفعل عندنا وزاره التضامن فعلا طرحت على المقاولين وفعلا شغالين فرش دلوقتي حالا سعادتك في المرحله الثالثه عشان نكمل باقي الخلفيه بتاعتنا. ففعلا بنكمل فرش الوحدات، عندنا وحدات كثيره اتفرشت خشب، ووارد لنا ان شاء الله في الايام القليله اللي جايه دي بنكمل فرش الاجهزه الكهربائيه وخلافه ان شاء الله. وده برضو بنطمن اهالينا بنقول لهم ان انتوا جايين الاسمرات ما حدش بيجي بحاجه، اللي بيجي بشنطه هدومه بس، الفرش موجود جوه من ابره للصاروخ، ما فيش حد بقى ناقصه اي شيء. لو في اي مشاكل في اي حاجه من مشاكل اجهزه بنجيب الشركات المعنيه بالاجهزه بيراجع الجهاز وبيشوف لو محتاج تبديل بين بيديله له. فالحمد لله لحد النهارده الحمد لله مشاكلنا يعني لا تعد مثلا 2-3% وبتتزال باذن الله يعني الحمد لله. تمام. لو في جانب من جوانب الشكاوى بتقدم ازاي هنا للحي، وبيتم الموضوع التعامل معها ازاي، وطموحنا في النهايه كحي الاسمرات نوصل لايه؟
بصراحة أنا لحد النهاردة إحنا مش بدأنا جاي زي حي متكامل، إحنا لسه في نواة بداية الحي، وإحنا الشكوى بنتقبلها وقتي، ما عندناش مركز معلومات إن إحنا نستقبل ونقول له نرد عليك بعد يومين بعد ثلاثة، لا إحنا عندنا البلاغ وقتي، بيطلع حد من الزملاء للسادة الإخوة الموظفين في شكوى، طب يطلع هحصلك قبل ما نروح النهاردة من العمل، بنكون ما عندناش شكوى بيت لتاني يوم، بنزللها إن شاء الله كل يوم لحاله، كل يوم لوحده في مشاكله بنحلها أول بأول. طيب طموحنا بقى الفتره اللي جايه كحي كرئاسه حي بنطمح بان احنا نحققه الفتره اللي جايه في الاسمره باذن الله، احنا بنناشد برضه باذن الله والسيد الوزير المحافظ معانا ان احنا بنعمل ان شاء الله مبنى حي متكامل وبنعمل مبنى حي اسمه شرطه متكامل، ان شاء الله هنجهز موقف اتوبيس عام ان شاء الله متكامل باذن الله. ان شاء الله السيد الوزير المحافظ طرح المحلات الموجوده في المرحله الاولى والمرحله الثانيه، وان شاء الله ما زاد علني بإذن الله في الحديقة الدولية إن شاء الله، وده موجود في جميع الأنشطة، جميع الأنشطة اللي ساعتك لا تتخيلها موجودة في الكراسة، موجودة في المحلات بإذن الله، وده هيدي مردود إيجابي على المدينة، دعم وهيدي حيوية كمان للمدينة من بعد في الفترة المسائية، يعني برضو بيدي فترة أمان مسائية إن شاء الله للناس كلها، وفترة عمل جديدة في بيوت جديدة تفتح بإذن الله إن شاء الله. تابعنا مع بعض حلقتنا النهاردة من برنامج إرادة مصرية، واستعرضنا كل التفاصيل اللي موجودة داخل حي الأسمرات، وشفنا كمان أهداف الحكومة في الحفاظ على المواطنين وتوفير حياة كريمة ليهم بأنها تخلق ليهم المكان اللي يقدروا يتنفسوا فيه، كمان الطريقة والأسلوب والحياة المتكاملة اللي موجودة داخل حي الأسمرات. بكده نكون انتهي حلقتنا النهاردة من برنامج إرادة مصرية، بكرة نشوفكم فريق أعمال جديد، تحياتي وتحيات فريق العمل وإلى اللقاء.